مباشرة بعد انطلاق المباراة رفقاء دوادي دخلوا مباشرة في اللقاء، وأول كرة ثابتة للجمعية على الجهة اليسرى، همامي في التنفيذ يضع الكرة داخل المنطقة، نقومو جيل في الاستقبال براسية محكمة يفتح باب التسجيل لجمعية الخروب. رد عليها الثنائي الخطير مسعود والسوداني في الهجوم، والسوداني يتمكن من التسجيل لكن الهدف يرفض بحجة التسلل. هجوم آخر للأولمبي والسلامة، والدفاع الجمعية يبعد للركنية تنفذ، والسيدي بي في مساحة ضيقة يقذف، ويد المدافع الخروبي تبعد الكرة. مسعود يتولى التنفيذ وبنجاح يعدل النتيجة. مسعود مرة أخرى على الجهة اليسرى في عمل رائع، والسوداني باليسرى يتخلص من الرقابة وباليمنى يهدي للأولمبي الهدف الثاني والتفوق. أولمبي شلف أكمل الشوط الأول بعشرة لاعبين بعد طرد المدافع غربي لتلقيه الكرت الأصفر الثاني. الجمعية دخلت الشوط الثاني بقوة خاصة في الهجوم، والدقيقة 46 قلب هجوم الخروب بورحلي يتمكن من تعديل النتيجة. باقي مجريات اللقاء عرفت سيطرة شبه تامة للجمعية خاصة في وسط الميدان والهجوم، لكن التسرع وعدم التركيز حرم الخروبيين من الوصول إلى المرمى. آخر فرصة في اللقاء كانت لصالح الجمعية، وحمدي بعد أخذ ورد داخل المنطقة يقذف، ودفاع الأولمبي يبعد الخطر. ونهاية اللقاء بالتعادل هدفين في كل شبكة.